أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول ما سر تقديم أهل الإيمان على أهل العلم في الآية؟ لأن الإيمان مقدمة لطلب العلم، فالذي يطلب العلم هو ليس بمؤمن ما يحصل على، لا بد من الإيمان. الإيمان هو الشرط، الإيمان شرط في جميع الأعمال من طلب العلم وغيره. نعم.